التطورات الأمنية في اليمن وأوضاع اليمنيين في السودان أهم الملفات التي ناقشتها مباحثات الرئيس السوداني مع نظيره اليمني، مباحثات جدد من خلالها الرئيس السوداني تقديم الدعم الإنساني وفتح المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها للطلاب اليمنيين. الآن نحن عندنا مجموعة من الأطباء السودانيين موجودين في عدن عشان ما يقدموا الخدمة خاصة لجرحى العمليات من مختلف الفئات سواء عسكريين أو مدنيين، وأيضا جهزنا مستشفياتنا هنا لاستقبال بعض الحالات الجرحى في أخواننا في اليمن. الرئيس اليمني أكد أن الشرعية الدستورية في اليمن حققت انتصارات كبيرة بفضل الجهود العربية، مضيفا أن بلاده تعيش مرحلة معقدة وأن الحرب أصبحت ضد التوسع الإيراني في المنطقة. ونحن الآن نقيد حرب على أساس إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة. التوسع الإيراني موجود الآن في العراق، في سوريا، في لبنان. وعلى الرغم من أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان لم يعطي تفاصيلا كثيرة حول أهداف الزيارة، إلا أن وزير الخارجية السوداني استبعد مناقشة إمكانية تقديم دعم عسكري مباشر. السودان جزء من منظومة وتحالف لا يتصرف لوحده، وإنما أي تصرفات تأتي في إطار هذه المنظومة، وقضايا إرسال جيش أو عدمه ليس هذا المكان إلى طرحها، هنالك جهات فنية هي التي تولى هذا الأمر. وشارك السودان في التحالف العربي لإنهاء الأزمة في اليمن عسكريا في عمليات عاصفة الحزم، وقد أبدت الخرطوم استعدادها للمشاركة في أي عملية برية إلى جانب المساعدات الطبية والإنسانية التي أرسلتها في الأشهر الفائتة. ضمان مواقف الخرطوم الداعمة للشرعية في اليمن وبحث مستقبل عاصفة الحزم وما بعدها أبرز ما حملته زيارة الرئيس اليمني إلى الخرطوم، التي بدورها تحاول التأكيد على التزاماتها تجاه تحالفاتها الجديدة في المنطقة. سبأ سيف الدين، الغد العربي، الخرطوم.